سبب عدم انتشار فقه التنوير يكمن في عدة عناصر. أولها هو اعتياد العرب على الخنوع وعدم انشغالهم ولا أنهم يطربون للتجديد في أي شيء، لا في نظم سياسية ولا في نظم اجتماعية. نحن قوم استاتيك زي ما بيقولوا جماعة بتوع الميكانيكا والهندسة، يقول لك احنا استاتيك، احنا ناس. ولذلك تجد ملوكنا حتى الموت، أمرائنا حتى الموت، رؤسائنا حتى الموت، ما فيش حد بيتغير. وهذا الأمر أفرز تجمد للعقل وأفرز عدم حرية للفكر. ونتيجة لعدم تجديدنا ونتيجة لعدم طلبنا للتجديد، فنحن نرجم المجددين ونكفرهم بل ونسجنهم. زي عندنا واحد مسجون دلوقتي حاليا اسمه إسلام بحيري، كل جريمته أنه أراد التجديد. فهذا التجديد ملعون الملعون في أرض الجمود، أرض الجمود العقلي والجمود الفكري والجمود الإدراكي. لذلك لا تجد كتاب، لأن الناشرين يخافون على مستقبلهم المالي والاقتصادي. لا تجد مفكرين نظرا للجبن السياسي، لأنه برضو التنوير محتاج شجاعة. فعندنا مثلا الفقهاء تجدهم يقولون الأمر ونقيضه في قراب واحد دون أن يدرون. وعندنا الأموال، أموال البترودولار، أموال الخليج كلها مكرسة لتطبع ملايين من كتب التراث القديم على كامل عتهه وخبله، وكأنه ليس في هذه الدنيا أو ليس في بلاد العرب من يعقلون. هل أنا مثلا إذا قلت للناس ومشاهدينك إن أنا أخالف الأئمة الأربعة في كذا وكذا، وليكن مثلا على سبيل المثال أني أخالف الأئمة الأربعة في أنه ليس على الزوج نفقة أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجاته المريضة، لأن عندهم الزواج للتلذذ، وما هو التلذذ في امرأة مريضة؟ إذن ليس علاجها على أبوها، إنما علاجها على زوجها، إنما علاجها على أبوها أو أخوها أو عمها. هل هذا فقه؟ هل هذا فقه؟ أما تقول لي أنه المالكية والحنابلة قالوا لا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، هل هؤلاء قوم يعقلون الذين احتفظوا بهذا التراث؟ هذا التراث في جريمة غير جريمة كتابته، جريمة الحفاظ عليه. جريمة الحفاظ عليه دي جريمة عقلية يا دكتور يحيى. هل يوجد سطر واحد من الحرية الفكرية لمحمد عبده يدرس في الأزهر؟ لا يوجد في العالم الإسلامي سطر واحد يدرس في الأزهر. الفتوحات المسماة زورا أنها إسلامية، علامة استساغوها واستساغوا سبي النساء ووطئهن في وجود أزواجهن، علامة استساغوا بيعهن وبيع الأطفال، علامة من أي شريعة إلا الخبل العقلي والعته. أنه لا يوجد بالأمة الإسلامية علماء، لا يوجد بالأمة الإسلامية. وإذا كنتم تعتبروا مثلا أن أبو حنيفة عالم، فقولوا بالله عليكم ماذا قرأ أبو حنيفة حتى نعتبره عالما؟ وماذا قرأ الحاليين غير فقه أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل حتى نعتبرهم علماء؟ أين إنتاجهم؟ اللي بياخد دكتوراه، الذي يتحصل على درجة الدكتوراه في العالم الإسلامي من السادة أهل العمائم، المفروض أن الدكتوراه درجة بحثية. صحيح. ما هو فين البحث؟ أين البحث؟ أين الجديد؟ إنهم ذبحوا العقل في سبيل النقل، إنه داعش دي نبتة سلفية، وده فكرة برضو، بنكهة أزهرية، وده فكرة برضو، بهوية إسلامية مزورة. فإحنا للأسف نتيجة تعظيم هؤلاء المتخصصين وتعظيم المتخصصين للنقل
وعدم تطويرهم وخيانتهم لله ورسوله ولجماعة المسلمين، فقدنا كل هوية وفقدنا العقل، وإحنا أصلا عندنا أمراض عقلية وأمراض إدراكية. فبالتالي الأمة الإسلامية لم تنتج العلم، وحتى منذ زمن بعيد وسحيق أكثر مفكرين أو الذين أنتجوا لنا الفقه المعتوه ليسوا عرب. هل أبو حنيفة عربي؟ هل الإمام مسلم عربي؟ هل الإمام البخاري عربي؟ يعني مفكرين كلهم ليسوا عرب. إذن الأمة يجب أن احنا نعرف علة هذه الأمة ونبتدي العلاج الفوري بأساتذة متخصصين. أما أنه احنا تتوالى علينا الأيام والسنين والدهور والقرون دون ما تغيير ودون ما بحث في العقلية العربية، فطبعا حضرتك لما تيجي تقول نيتشه وتقول فولتير يفتكرك انك انت بتتكلم في مسائل جنسية، لانه العربي ما يعرفش نيتشه ولا فولتير ولا حاجات من دي خالص، او يعتبر انك علماني كافر.